بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو درس مهم لأنك سوف تتعرف معي على ثلاثة أكواد. هذه الأكواد سوف تظهر لك حقيقة ما إذا فعلا يتم التجسس مثلا على رسائلك مكالماتك إلى غير ذلك. وبعد ذلك يعني سوف تتعرف أيضا من خلال الكود الثاني على الرقم الهاتفي الذي صاحب يعني الرقم الهاتفي للشخص الذي يقوم بتحويل يعني هذه الأشياء جميعا ومكالماتك قصد يعني التجسس عليها. ثم في الأخير يعني سوف تتعرف على كود يقوم بمسح هذا التجسس من هاتفك في حالة ما اكتشفت فعلا بأنه يتم التجسس على مكالماتك رسائلك إلى غير ذلك. هذه الأكواد كما ذكرت تشتغل على جميع الهواتف وتشتغل على في جميع دول العالم. بالتالي سوف تضع نجمة دياز في الكود الأول ثم 2-1. سوف تجدون هذه الأكواد أسفل الفيديو. بعد وضع هذا الكود تقوم بعمل الاتصال به مباشرة، فقط تنتظر قليلا حتى تظهر لك واجهة بهذا الشكل. فكما سوف تشاهدون، بالنسبة لي أنا شخصيا فلا يتم التجسس عليه لا على مستوى مثلا المكالمات التي أقوم بها وأيضا البيانات الهاتف، يعني عندما أتصفح الانترنت يعني 4G أو 3G، الرسائل الاسمس إلى غير ذلك أحباب في الله، إذا كنت أرسل أيضا الفاكس أو استقبل الفاكس عبر الهاتف علي. كما سوف تشاهدون سوف تجد مثلا في الصوت نعني به مثلا المكالمات التي تقوم بها وإلى غير ذلك، تسجيل الصوت إلى غير ذلك، فلم يتم يعني إعادة أو لم تتم إعادة التوجيه. فإذا وجدت لم تتم إعادة التوجيه في الصوت، البيانات، الفاكس، الرسائل القصيرة إلى غير ذلك، أمام كلمة لم تتم إعادة التوجيه، فهذا يعني بأنه لا يتم التجسس عليك على هذه الأشياء. إذا وجدت تتم إعادة التوجيه بهذا المفهوم، فهذا يعني بأنه شخص ما يتجسس على صوتك، بياناتك، يعني رسائلك الصوتية إلى غير ذلك، كما سوف رسائلك الصوتية أو أيضا SMS إلى غير ذلك. إذا وجدت أمام جميع هذه الأشياء تتم إعادة التوجيه في حالة شخصية فلا يتم التجسس عليه. سوف نشرح كما ذكرت في الأخير كيف تقوم بإزالة هذا التجسس في حالة ما وجدت فعلا بأن جهة تتجسس عليك. ولكشف هذه الجهة التي تتجسس عليك أو الرقم الذي يقوم بتحويل هذه المكالمات إلى غير ذلك، فتقوم فقط بوضع الكود الثالث سوف تجدونه هو الأسفل الفيديو، ثم تقوم بعمل اتصال، ثم سوف يظهر لك كما سوف تشاهدون الرقم الذي يقوم بتحويل المكالمات الخاص بك إلى غير ذلك. فكما سوف تشاهدون في حالتي الشخصية هذا الرقم الهاتفي هو تابع لي أوبيرادورا، يعني تابع لشركة الاتصال التي أنا شخصيا أستعملها. إذا وجدت رقم غريب غير تابع لشركة الاتصال التي تستعملها، فهذا يعني أن ذلك الرقم يعود لذلك الشخص أو يعني أو الشركة يعني هي التي تقوم بتحويل مكالماتك إلى غير ذلك لكي يتم يعني التجسس عليك. ففي حالة شخصين وجدت رقم تابع لشركة الاتصال فهذا طبيعي جدا. الحين يعني بعد أن تعرفت على هذه الأشياء نتطرق إلى كيف تقوم بإزالة هذا التجسس فقط بكود سري هو الآخر، يشتغل في جميع كما ذكرت الدول أيضا وجميع الهواتف، وهو كالآتي إخواني الكرام: 002 دياز، ثم تقوم بعمل الاتصال. الأكواد سوف تجدونها أسفل الفيديو، لاحظوا معي. فتمت العملية بنجاح، تمت عملية المسح بنجاح. هذا يعني بأنه قمت بإزالة فقط من خلال هذا الكود أو قمت بتعطيل من خلال هذا الكود كل عمليات التجسس على مكالماتك أيضا رسائلك إلى غير ذلك أحباب في الله. فكانت هذه الأكواد التي يجب عليك تجربتها فعلا لكي تتأكد فعلا أن يتم يعني التجسس عليك أو لا. وإذا كنت تريد معرفة أقرب برج يعني الذي تتصل به يعني بالبيانات الهاتف وأيضا يعني لكي تستقبل المكالمات وأيضا يعني إجراء المكالمات، سوف نتطرق إلى الموقع التالي أحباب في الله. طيب الحين يعني حتى تتعرف على البرج أحبابي في الله الذي أنت تتصل به يعني عبر الانترنت أو يعني شبكة الجوال، طبعا انترنت 4G 3G لغير ذلك وشبكة الجوال GSM علي، سوف نحتاج إلى الكود هذا MCC يعني الذي هو تابع يعني الكود الخاص بالشركة التي أنت مشترك فيها، ثم MNC هو في حالة 07 هو الكود الخاص بالدولة،
ثم لاك يعني 251 في حالة سيرسكان، وكال اي دي يعني هو الرقم الكود الخاص بالبرج. لكن سوف تشاهدون يتغير باستمرار لانه الجوال دائما يحاول ان يتصل باقرب برج خاص بك او قريب منك، يعني افضل برج يمكن ان يعطيك، يعني كما سوف تشاهدون يتغير باستمرار. بالتالي سوف تضع الكود الاول هنا، ثم الكود الثاني هنا، ثم الكود الثالث هنا، والكود الرابع هنا يعني الذي شرحناه الحين. يعني سوف تضع لك هذه الاكواد تلقائيا، فسوف تضغط فقط على البحث وسوف يعطيك كما سوف تشاهدون اقرب برج يعني تتصل به عبر الانترنت احبابي في الله. كما سوف تشاهدون تتصل به يعني لاجراء المكالمات يعني وايضا يعني الاتصال مباشره تلقائيا ببيانات الهاتف. فيعني عبر هذا الموقع يمكن لك التعرف على هذه الاشياء. بالتالي فالاكواد التي شرحناها مهمه جدا، سوف تجدون جميع المعلومات، الرابط الموقع، الرابط التطبيق، الاكواد اسفل الفيديو، رابطه اسفل الفيديو. واراكم ان شاء الله في مواضيع جديده. لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك للاستمرار في العطاء وزيارتنا على موقعنا دول فيديو كونتك5.com، ولما لا صفحه على الفيسبوك facebook.com/حرف 84. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.